يقول ذكرتم حفظكم الله، يقول السائل ذكرتم أن اعتقاد أن تلك الأشياء هي سبب لرفع البلاء أو دفعه ليس من الشرك الأكبر بل هو شرك أصغر. نعم، لأن الله لم يجعلها أسبابا، لم يجعلها أسبابا، أنت اللي جعلتها سبب. فإذا اعتمدت عليها واعتقدت أنها ترفع البلاء أو تدفعه هذا شرك أكبر. نعم.